الفتاة الصغيرة ذات الرداء الأحمر. في قديم الزمان عاشت فتاة صغيرة تسمى ذات الرداء الأحمر. كانت ترتدي عباءة حمراء جميلة صنعتها لها جدتها. ذات يوم قالت والدتها: تعالي إلى هنا يا صغيرتي، جدتك ليست على ما يرام. أود منك أن تأخذي هذا الخبز والجبن، ولكن تذكري أن تبقي حذرة في الطريق. انطلقت الفتاة ذات الرداء الأحمر إلى منزل جدتها. كانت تعيش إلى الجانب الآخر من الغابة. بينما كانت ذات الرداء الأحمر تمر عبر الغابة، قابلت ذئباً كان ينتظرها لتقترب أكثر فأكثر. وبعد ذلك قفز من وراء شجرة. سأل الذئب: إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت الفتاة ذات الرداء الأحمر: سوف أرى جدتي لأنها ليست على ما يرام. حدق إليها الذئب وقال: هل تري هذه الزهور الجميلة؟ لماذا لا تختاري البعض منها؟ أنا متأكد من أن جدتك ستحبهم. قالت الفتاة ذات الرداء الأحمر: يا لها من فكرة جيدة! وبدأت تلهو للبحث عن زهور لجدتها. ثم ركض الذئب إلى منزل الجدة وطرق الباب. دق دق دق، من هناك؟ سألت الجدة. رد الذئب: أنا ذات الرداء الأحمر يا جدتي. همست الجدة: تعالي، أنا مريضة جدا لدرجة أنني لا أستطيع أن أذهب إلى الباب. سمح الذئب لنفسه بالدخول. لم يكن لدى الجدة المريضة الوقت لقول أي كلمة قبل أن يلتهمها الذئب الجشع. ارتدى ثوب النوم وغطاء النوم، قفز إلى سرير الجدة وسحب الأغطية فوق أنفه كأنه الجدة. جاءت ذات الرداء الأحمر بفرح إلى منزل جدتها غير مدركة لما حدث، وطرقت على الباب. دق دق، خلف الباب أجاب صوت أجش وخشن: هل أنت ذات الرداء الأحمر؟ ادخلي ادخلي. الآن أدركت ذات الرداء الأحمر الصغيرة أن جدتها قد تشعر بمرض شديد، وشعرت بالقلق قليلا، ودخلت إلى داخل المنزل. فوجئت ذات الرداء الأحمر الصغيرة عندما رأت جدتها الجدة. ماذا حدث لك؟ سألتها الفتاة. كيف حصلت على تلك الآذان الكبيرة؟ أجاب الذئب. لكي أسمعك جيدا. تابعت ذات الرداء الأحمر. ولماذا لديك تلك العيون الكبيرة؟ قال الذئب. لأراك بشكل أفضل. سألت ذات الرداء الأحمر: وماذا عن تلك الأسنان الحادة الكبيرة؟ قال الذئب: لكي تأكلك. وبسرعة قام الذئب مع قفزة سريعة لكي يلتهم الفتاة ذات الرداء الأحمر وقال: سوف أكلك. لكن الذئب لم يعرف أن حارس الغابة كان يمر قريباً. كان قد استمع إلى ذات الرداء الأحمر تتحدث إلى الذئب. في البداية اعتقد هو نفسه أن الجدة لديها صوت خشن، ولكن سرعان ما أدرك أن شيئا غريبا يحدث، واندفع الحارس إلى المنزل عندما كان الذئب يربط على بطنه. أنت ذئب جشع، صاح الحارس، اخرج ما ابتلعته وإلا لن ترى يوما آخر. خاف الذئب. على الفور أخرج الحارس الجدة خارج بطنه، وخرجت هي والفتاة من المنزل. شكرت ذات الرداء الأحمر وجدتها الحارس الشجاع لإنقاذهما. بدأت الجدة تشعر بتحسن بعد تناول بعض الطعام الجميل الذي أحضرته ذات الرداء الأحمر، فشعرنا بفرحة كبيرة وعاشوا في سعادة بعد ذلك.